حطتنا هلا رح نروح هيك شوي للراحه النفسيه. صحيح سلمى، يعني اليوم ضغوطات الحياه مشاهدينا والروتين اليومي والاوضاع المعيشيه والحياتيه الصعبه كلها بتولد الاكتئاب اللي هو مشكله من مشاكل العصر، وللاسف اليوم كثير من الاشخاص عم يعانوا من الاكتئاب وعم بياثر عليهم بشكل سلبي على سلوكهم ومشاعرهم، ممكن يسبب كثير من المشاكل النفسيه والعاطفيه. ممكن تتطور الحاله عند الشخص المكتئب في حال عدم تقبله لفكره العلاج او اللجوء للطبيب. اليوم سلمى كيف ممكن نتخلص من حاله هي الاكتئاب المزاجيه يلي بترافقنا على طول لاسباب معروفه وغير معروفه؟ صح هيدي مثل ما قلتي، يعني للاسف حاله الاكتئاب اللي ناس يمكن عم بتمر فيها هلا ممكن تتطور وتعيق حياتهم اليوميه، تعيقهم بالعمل، تعيقهم بالحياه الخاصه. فلهيك دائما بنحاول نبحث نحن وضيوفنا عن طرق للشخص يمكن يتقبل اي شيء عم بيصير معه، كيف ممكن يتعاون معه، نعطيهم شويه نصائح، نعمل هيك عياده مبسطه مثل ما بيقولوا للناس اللي لسه لهلا ما عندها استعداد ان هي تروح وتفرغ هاي الطاقة السلبية أو هي أنها تحكي عن وجعها النفسي. أكيد سلمى، لهيك رح نتوسع أكثر ونحكي عن الاكتئاب، عن أعراضه وطرق علاجه وكيف نتعامل مع الأشخاص المكتئبين يلي حوالينا. كل هاي الأمور مع سلوى عجنوس هي الاختصاصية بالتنمية البشرية. يسعد صباحك. صباحك. صباح الخير. كله سعادة ومحبة. صباح الخير سلوى، صباح الطاقة الإيجابية. خلينا نبلش مع حضرتك. الاكتئاب بشكل عام بنعرف أنه هو اضطراب سلوكي ممكن يصيب الشخص لأسباب متعددة. خلينا نحكي شوي اليوم اجتماعيا إذا كان الشخص يعاني من اضطراب الاكتئاب كيف يتم التعامل؟ تمام. هلأ أول شيء كيف نحن نشخص أنه هو عنده اضطراب اكتئاب؟ منلاقي أنه هو عنده اضطراب بالمزاج هذا الشخص، ولكن الاكتئاب لما بيوصل للحالات الشديدة هو إنه الشخص ما بيعود للحياة إلا لا طعم ولا لون ولا رائحة، يعني الحياة بالنسبة إله ولا شيء، وهي أسوأ درجة بالاكتئاب. منبلش باضطراب المزاج، منلاحظ إنه هذا الشخص بلش ينام ساعات طويلة، ما كان ينام ساعات طويلة، أو مثلاً اضطراب بالنوم العكس، منحس مثلاً إنه عم ينحف كتير أو بس عم يتفشش بالأكل، نسمع كتير إنه ناس تأكل كل ما تعصبت. منلاقي الشخص بلش ما بده يطلع معنا، ما بده يشارك بالنشاطات اللي هو بالعادة بيشارك فيها، ما عاد سائل بمسؤولياته، شو عنده واجبات عادي، يعني خلينا نقول تبلد المشاعر، حس انه هو ما عنده اي رياكشن ولا اي شيء. الشخص هذا بفوت بهالمزاج السلبي بتختلف شدته، بعض الاشخاص بنلاقيهم ايام او اسبوع فتره خلصت، البعض عم يستمر بشكل مستمر، يعني هو صار خلص داخل بعزلة واكتئاب وصار صعب التواصل معه، أكيد بدنا علاج. في عنا اكتئاب بيكون موسمي بفترة الخريف، بفترة الشتاء بسبب غياب الشمس لأنه بيأثر على المزاج. عنا في اكتئاب ما بعد الولادة للسيدات، في اكتئاب اللي هو يتعلق بالاضطراب الهرموني عند السيدة أو فترة الدورة الشهرية، هالفترة اللي بصير فيها الاكتئاب. ولكن بشكل عام لما نيجي نشوف الشخص اللي اضطرب مزاجه او وصل لمرحله عن جد ما له طايق شيء، وين شو الشيء اللي وصله لهون؟ عاده لما بنغضب من الظروف المحيطه فينا، يعني الشيء الخارجي او من بعض التصرفات من الاخرين، بيقوم العقل بيحول هذا الغضب للداخل، بصير عندنا شعور بالذنب، ما بيعود عندنا رضا عن انفسنا، فبنفوت بمشاعر الشعور بالذنب، عدم الرضا، الغضب من ذاتنا بتحول لصورة اكتئابية. الفكرة انه الانسان ما بيستوعب هالدرجات اللي هو انتقل فيها ووصل لهون. كيف بدنا نطلع منها؟ لازم بالدرجة الاولى نستوعب انه هذا الاكتئاب اذا انا استسلمت له فعلا انا ما بعود عندي محاكمة عقلية صحيحة، وما بعود بقدر اشوف الصورة الحلوة بالحياة. اي ظرف مهما طال بده ينتهي، ما في شيء بدوم، يعني دوام الحال من المحال. صحيح. فالشخص بالدرجة الأولى أول شيء لا تقسو على نفسك، يعني قبل ما أنت تعطي الحب للآخر أعطي الحب لذاتك أساساً. إذا حبيت حالك صح بتعطي الحب للآخرين بالطريقة الصح. فأول شيء نرضى عن أنفسنا مهما أخطأنا، يعني كل إنسان أكيد عنده أخطاء بحياته، نسامح أنفسنا نتقبلها. بلش ركز
ما في شيء حلو ابدا بحياتي، عندي اولاد وجودهم حلو بحياتي، عندي زوجه بحبها، عندي اب عايش، عندي ام عايشه، عندي مثلا ما عندي شيء ابدا، يعني ما في شيء ابدا حلو. احب جديد عندك شيء حلو. الفكره الثانيه ممكن يحب حاله ليقدر يحب الاخرين. البعض بيقول انه عنده شعور تحسيه مو بس مكتئب، حاقد. هذا الشعور من وين تولد؟ هذا الحقد اللي عنده تولد هذا الشعور بانه هو بحس حاله انه بيعطي، هو فعلا بيقدم، يعني مثلا بيقدم للاخر نفس وحاطط بعقله انه هو يلاقي التقدير او المقابل. الاخر ما عمل معك عقد انه هو حيعمل هيك. الفكره انه كل ناس الى برنامج بعقلها، الى خارطه ذهنيه معينه هي بتصير عليها، فبصير بيزعل، بشعر انه عم يستغلوه، بشعر بالحقد، بشعر بانه هو ما حدا حاسس فيه، بيدخل بالاكتئاب. فالفكره انه نعود انفسنا اول شيء نقدمه لذاتنا. قدم لذاتك وقدم بدون نيه انه يرجع هالشيء، قدم لانك بتحب تقدم. فاذا انت عم تقدم بالمقابل انه يرجع ومالك ضمن، لا تقدم. صح. لما تفوت بالاكتئاب. هي الفكره. فكمان نحن كل شيء بنحطه بتوقعات معينه وما بيزبط بدخلنا بالاكتئاب. اكيد الفكره انه لازم نؤمن انه الحزن ما يستمر، ما نسمح لأي حزن بالاستمرار، أن نتقبل الأشياء، نتقبل الظروف، نتقبل ولكن لا نتبلد. في فرق بين أتقبل وأسعى بين أنا قاعد هيك ما عم بعمل شيء. يعني هي تبلد الأحاسيس هو أكبر نوع اكتئاب، يعني أبداً تحسي ما عنده أي رياكشن، أكيد لا. فنحن بدنا نعرف كيف نتصرف، ما ننسى أنه في ظروف معينة بتأدي لأني أنا أشعر بالاكتئاب، عدم السير تحت أشعة الشمس، السهر باستمرار ما بيساعد انه انا اطلع من الاكتئاب، نقص فيتامين معين بسبب اكتئاب، نقص فيتامين د بسبب اكتئاب. يعني كمان في عنا شغل المعادن بجسمنا، غذائنا بيساهم بانه نطلع من الاكتئاب. كل ما نحن اكلنا خضروات وفواكه بتساعد انه نطلع من الاكتئاب، كل ما شفنا الناس اكثر، كل ما عن جد حاولنا نفتح قلبنا لبعض. ولا ننسى انه ايماننا بالدرجه الاولى والاخيره، انه انا ايماني بانه الله سبحانه وتعالى قادر انه يساعدني، والحياه لا تقف على احد، يعني الحياه ما بتستمر مثل ما هي، كل شيء بده ينتهي، اكيد انا بقدر اطلع من الشيء اللي انا فيه. اليوم سلوى عم نحكي يعني عن صفات الشخص المكتئب، بنقول انه هو منعزل اجتماعيا، بيبكي على طول، ما بيحب يقعد مع حدا. بالمقابل ممكن نشوف اشخاص مكتئبين عم يضحكوا، عم يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، فهل هو فعلا قادر انه يخبي اكتئابه، قادر انه يكابر على وجعه؟ اوكي، خلينا نقول الشخص المكتئب اللي انت قلتي عنه اللي هو عم ينعزل هو المكتئب، ولكن الشخص اللي هو عم لسه عم يخبي حزنه هو شخص يريد، يعني عنده إرادة إنه يطلع من هذا الموقف، ما بنقول عنه مكتئب لأنه قدران يضحك. ولكن إذا بتقصدي إنه هو بفترات معينة عم يضطرب مزاجه، فلازم ينتبه لحتى ما هالفترات ما تكبر. يعني أحيانا بتكون هالفترات كم ساعة، إذا أنا أهملتها بتصير يوم، شوي بتصير يومين، شوي بتصير ثلاثة، شوي ما بقعد بشارك حدا. يعني بكل بساطة بصير بقعد بالغرفة لحالي، حتى عيلتي ما بشاركها. فالفكرة أنه حتى اللي حواليه، يعني الأهل اللي حوالينه، ننتبه للشخص أنه بلش مثلاً يتغير نشاطه، ما له بالعادة ينام طول الوقت. ليش عم ننام طول الوقت؟ عم نهرب من واقع منا قدرانين نواجهه. فأنا لازم أتعلم أنه النوم ما حيحل مشكلتي، ممكن يخفف يهدئني. نام أنا مثلاً يوم كم ساعة، أوكي أنا بحاجة أني أرتاح، بس أني استمر بهذا النظام، أني ضلني عم نام ساعات طويلة وأهرب، أكيد ما له حل. طيب سلوى، خلينا نحكي اليوم شوي، الناس كلياتها بشكل عام بدرجه معينه ممكن تمر بحاله من حالات الاكتئاب، مو شرط تكون مستمره، ممكن لسبب معين. في بعض الاشخاص اذا صار معهم شده نفسيه طبعاً. احيانا انتقال من بيت لبيت بيصير اكتئاب، ولاده بيصير اكتئاب، يعني بنعرف كثير انواع. تمام. امتى الشخص، ودائما انا بسمع هي الجمله انه الانسان طبيب نفسه، لازم الانسان يحس بحاله لحتى يقدر يعالج نفسه، شو هي الخطوات اللي انا بقدر ساويها مع نفسي لحتى خفف شوي من وطئه الاكتئاب؟ هلا نحن تماما، خاصه نحن بسوريا بعد فتره حرب طويله، لابد انه هالمشاهدات اللي مريتي فيها واللحظات اللي مريتي فيها عملت ملفات بالعقل الباطن. اكيد يعني صار كلياتنا عم نعاني من ميت اضطراب. تمام. يعني عشان نكون صريحين مع انفسنا، كل واحد فينا صار بحاجه لتعمل نفسي. صحيح. فلاننا بنعرف مثل ما بيقول نحن موجوعين، بدنا نوجع بعض، فخلينا نصير رحيمين شوي مع بعض. يعني من الاشياء اللي ممكن نقوم فيها وتساعد
فعلا انه الاشخاص الثانيين يطلعوا من هالمرحله نخفف انتقاد نخفف حكم على الاخرين، يعني انه انت منيح وانت سيء وانت وانت تنظير خفف تنظير. ايوه اسمه حكم على الاخرين اسمه بالاي تنظير احنا يعني بالمصطلح الاجتماعي. الفكره انه اجتماعيا لحتى انا اقدر اطلع منها اذا ما تساعدنا مع بعض، عن جد الشخص دائما بحاجه الى دعم، فكل واحد فينا يحط ورقه ويسجل اسماء الاشخاص اللي فعلا هن داعمين بحياته. في اشخاص لما بتحكي معهم بيفهموكي، يعني بتحسي انه عن جد حكيتي مشكلتك وارتحتي. هذول الاشخاص سجل اسمائهم، هن الاشخاص اللي انت وقت عن جد بتكون تعبان اذا شفتهم مو غلط مخزن الفضفضه، سجل اسماء الاشخاص اللي انت كل ما شفتهم بيرتفع منسوب الغضب عندك. ما تقرب عليهم بالفتره اللي انت تعبان نفسيا فيها. كل حدا فينا في عنده رساله خاصه ببريده الشخصي هو بحطها له، اللي هي عباره عن رساله سريه، شو الاشياء اللي بتخليني انا اطلع من اكتئابي. بس انا لما بحس حالي رح اصل برتاح شوي بالبيت لحالي لحتى اعيد توازني. ولكن فعلا وبدون مبالغه اكثر شيء بيساعد على الانسان على تغيير مزاجه هو الرياضه. ولكن ممارسه الرياضه مو كل الناس بيلجؤوا لها، اكيد بايدك تماما. الرياضه ما كل الناس بتحب تمارسها، لانه في عالم سمانا معتاري عليها. المشي بعد نصف ساعة بيساعد على ارتفاع هرمون السعادة، لأنه النشاط الحركي، تخيلي أنه النشاط الحركي لما بيغير الدورة الدموية بيساعد أنه نحن نطلع من الشيء اللي نحن فيه. أما هي القعدة وهذا الاكتئاب بيصير في ضعضعة بالجسم، أصلا الإنسان بيكون زعلان بحس حاله كأنه أكل أكلة، صحيح جسمه هيك تعبان، شوكولا تمام يكون مبسوط، أكلات معينة رايق 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 تمام. الشوكولا بتساوي سعادة مؤقتة، ولكن إذا كانت مرة كتير منيحة. فنحن في مجموعة من الأشياء، تعرض لأشعة الشمس، مجرد لقي شمس اطلع امشي فيها، رؤية الطبيعة، كلنا ساكنين ببيوت، البعض صارت بيوته مثل العلب، ما في ولا عرق أخضر ولا حتى على البرندة ولا أي شيء. يعني من زمان إذا في برندة كانوا يهتموا تماما، كانوا يهتموا حتى على نافذة إذا كان في مساحة، كانوا يهتموا بالعرق الأخضر، بأنه دائما يكون عندهم مزروعات. هذا الشيء عن جد بيعطي طاقة إيجابية. الاهتمام بالحيوانات الأليفة بيعطي طاقة إيجابية. إذا أنا ما بحب أنطب العصافير، مجرد تسمعي صوت العصافير نروح البحر، لما نشوف موشة البحر ونطلع عن جد نشعر كلنا إننا ارتحنا. أو وجود حيوانات بالبيت أليفة تماما. أنا بقول إذا في ناس مثلا ما بتحبها أوكي أصواتها بالطبيعة صوت العصافير، فالفكرة إنه أنا بطلع على الطبيعة بعرض نفسي لأشعة شمس، بمارس الرياضة، بشوف ناس بحبهم، بضحك، بنكي، بحط أي فيلم كوميدي بتفرج عليه، مهم إني أضحك، أعتاد إني أضحك. في ناس عن جد وصارت تضحك صارت تقول ليش إلنا ما ضحكنا؟ يا الله حاسة حالي حأنسى أضحك. صحيح. مشكلة الجدية الزائدة فعلا هي أسوأ شيء ممكن نقوم به الإنسان. يعني هالجدية الزائدة الحياة ما بدها هيك، يعني شوية ابتسامة، شوية رواء، شوية تعاطف، يعني دائما نوجد عذر للآخر حتى نقدر نوجد عذر لأنفسنا. هلأ في أشخاص بسبب الظروف والضغط فوت معصب ويعصب على غيره، أكيد مو من حقه، مو من حقه أبدا. إذا هو مزعوج يزعجنا، بس أوكي حنحنا بدل ما ناخذ ردة فعل سلبية نشفق على بعض، نشعر بهذه الرحمة لبعض لحتى نقدر نطلع. والألوان كمان بتساهم بأنها تعطينا طاقة إيجابية، يعني ما في داعي إذا أنا مكتئب بصير لا شعوريا ميل للألوان الغامقة. طبعا أنا كحبته بأحمر ما عليك، فلازم نروح للألوان الرائعة، الزهر، الأبيض، السماوي، كل هالألوان تعطينا طاقة إيجابية. الروائح الحلوة بتساهم بتغيير مزاجنا. فإذا قمنا ببعض الأشياء ولو مرة أسبوعيا، حطيت أنا مرة أسبوعيا ساعة رياضة، ومفروض مرتين نصف ساعة بنصف ساعة، أفضل من إني ما مارس ولا أي نشاط. صحيح. أكيد. يعني كنت عم تحكي حضرتك عن أهمية الدعم النفسي من الأشخاص المقربين اللي حوالينا. أكيد. خلينا نحكي أكثر عن الدعم النفسي من الأهل. تمام. هم اليوم خصوصا الاطفال البالغين. صح. اللي عم توصل فيهم مرحله احيانا سلمه للانتحار في حال ما للاسف انه لما هو الانتحار دائما بيجي من شعور العار، شعور بالدونيه، انه انا ولا شيء، فاشل، انا سيء بالحياه، انا وجودي غلط، راح انقذ العالم باني هيك الفكره بتصير بعقله للشخص. فنحن كثير ننتبه انه هي الفتره ما نوجه كلام سلبي لاولادنا ابدا. لا فاشل، لا سيء، ما نعطي كلمات سلبية، لأنه الدنيا كافية عم تعطي سلبي، فأنت كون إيجابي بالبيت. من الأشياء الخطأ أنه نحن ابننا كبر ما منعود بنعطي حب، اهتمام، حضن.
يحتاج احتضان ابنك حتى لو كان عمره 15 سنة. فلازم نعطي هالدعم من الوالدة والوالد، والدعم بالحب. أهم دعم هو الحب والكلمة الجميلة وإني سعر، يعني أشياء بسيطة على فكرة بتخلينا ننبسط. هلأ أنت الصبح إذا فقتي ولقيتي حدا بعت لك رسالة حلوة تشعري بالسعادة، هي شغلة بسيطة ما أخذت منه دقيقة. إذا أنت فتي على شغلك وصديقتك جابت كاسة شاي إلها وجابت كاسة شاي إلك، حتشعري بالسعادة. ليه؟ لأنه نحن عم نشعر أنه نحن بحاجة نلاقي الآخر عم يشعر فينا، بحاجة للدعم، لحاجة إني حس ماني لحالي. يعني أنا بهالحياة موجودة الناس حولي، لأنه كل واحد فيهم حاسس حاله بسبب الظروف كأنه لحاله، محارب الدنيا لحاله. صحيح. فكتير بحاجة إنه نكون مساعدين لبعض وداعمين ولو بكلمة حلوة. يعني عيد ميلاد حدا وضروري كتير نتكلف ونعمل قصة، بس لمجرد إنه نقول لك كل سنة وأنت سالم لو كاسة عصير بس، هو بينبسط من رفقاته تذكروه. أكيد تماماً. أكيد هي الأمور ببساطتها بدون ما أقول له 50 و 60 تفاصيل صغيرة ممكن تسعد. تماماً، هي التفاصيل الصغيرة ممكن تعكرنا، ماشي ما نحط لهم أرقام بالشموع. أيوة تماماً، والتفاصيل الصغيرة بتروقنا، هي هي الفكرة. صحيح. يعني فكرة أنه كل حدا فينا يكون بس شوي إيجابي مع الآخر. أكيد. يعني سلوى مثل العادة تعطينا هيك طاقة إيجابية من عند الصبح. بدنا نتشكرك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا. شكراً كثير لك سلوى.